خسر الوزير فرنجي ولايحة الوزير فرنجي بثلاث مقاعد نيابية، ولكن كرس زعامة مسيحية سياسية بالخيار السياسي. بال 2009 ربح بثلاث نواب، ولكن خسر الخيار السياسي المسيحي وأنقذته المعادلة العشائرية بصغيرة المدينة. مما يعني أنه انتخابات 2005 وضعتنا أمام مشهد زعامة عم تنحسر إلا ببعد العشائري بصغيرة المدينة، وأمام خيار عم بينمى وعم ينتشر بصغيرة الزاوية وبكل الشمال. هيك قرأ المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في صغرته ميشيل معوض نتائج انتخابات هالدائرة، انتخابات فاز بموجبها مرشحو تيار المردة سليمان فرنجي اصفين دويهي وسليم كرم بمقاعد القضاء الثلاثة. لكن شو الفرق عن دولة 2005؟ بمقارنة بسيطة لمعدل نتائج اللائحتين المتنافستين بالقضاء، منلاحظ أن لائحة تيار المردة والمعارض تقدمت بمعدل 475 صوت عن العام 2005، فيما تقدمت اللائحة المنافسة بمعدل 5214 صوت. إذن لائحة تيار المردة لم تنحسر كما ادعى المرشح الخاسر ميشيل معوض، بل على العكس تقدمت. لكن لائحة معوض سجل التقدم يمكن وصفه بغير الطبيعي، ويرتبط هالتقدم بارتفاع نسب المشاركة بشكل غير طبيعي أيضا، فقد شارك حوالي 4500 ناخب إضافي، 2051 ناخب منهم من المسيحيين و2320 من السنة. وهون المفارقة الكبرى، فقد فاق عدد المقترعين الإضافيين السنة عدد المقترعين الإضافيين المسيحيين، علما أن المسيحيين يشكلون 85% من ناخبي القضاء. وبالعودة إلى نتائج الاقتراع، نلاحظ أن لائحة فريق السلطة نالت حوالي 75% من أصوات ناخبي الطائفة السنية، أي ما يوازي 2800 صوت كمعدل عام، كما تمكنت من استقطاب كل الزائد بأعداد المقترعين المسيحيين في الدائرة. ومثل ما لازم نسأل أي مسؤول عن مال فائض غير مبرر المصدر من أين لك هذا، لازم نسأل أيضا مرشحي فريق السلطة عن العدد الإضافي للمقترعين. الجواب يمكن بيختصره هالمنشور اللي وزعه أحد مناصري تيار المردة في صغرته. عوامل المال السياسي واستقدام المغتربين من فئة واحدة وموقف البطريرك صفير المتحيز عشية الانتخابات والحملة السياسية الإعلامية المركزة لصورت المعركة ضد المعارضة في صغرته وكل لبنان وكأن معركة ضد سلاح حزب الله، كما يدل هذا المنشور لتوزع عشية الانتخابات بالقضاء. بهالانتخابات اللبنانيين اختاروا لبنان كوطن سيد حر مستقل، ورفضوا منطق لبنان الساحة أو لبنان القاعدة الصاروخية. اختاروا الدولة ورفضوا منطق الدويلات والسلاح الغير الشرعي والمربعات الأمنية ومربعات الإرهاب. اختاروا الطائف والصيغة ورفضوا أي خروج عن المناصفة الإسلامية المسيحية، رفضوا صيغ المثالثة. اختاروا الحرية والديمقراطية والاعتدال والإنماء والاستقرار والانفتاح، ورفضوا التطرف والانغلاق والشمولية الإلهية. ولكن كل هالعوامل اللي اجتمعت بهالانتخابات لن تتكرر بأي انتخابات أخرى، فموضوع المال السياسي يجب أن يضع له أي قانون انتخابي إصلاح جديد ضوابط قاسية، وعامل استقدام المغتربين من فئة واحدة لن يتكرر كونهم رح ينتخبوا ابتداء من العام 2013 بأماكن إقامتهم بالخارج، كما أن الناخب اللي انخدع بالشعارات اللي خوفته على الكيان اللبناني اكتشف حقيقة الخديعة صباح اليوم التالي للانتخابات عندما سحب رئيس طيار المستقبل موضوع سلاح المقاومة من التداول. بانتخابات 2009 أخذ فريق السلطة أقصى ما يمكن أن يحصل عليه في قضاء صغرته، كما تؤكد أوساط تيار المردة، ليقول أحد مناصرية بتهكم: صرنا اليوم نواب ورح نلتهي بالإنماء والسياسات الضيقة ونترك للفريق الآخر الأمور الاستراتيجية الكبرى من ولاية الفقيه للملف النووي الإيراني.